هل يجوز أن أذكر الله في نفسي وبدون حركة للشفاء؟ جزاكم الله خيرا. نعم، ذكر الله في النفس مشروع، ولكن ذكر الله باللسان والنطق أفضل، وبدليل قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال إن الله سبحانه وتعالى يقول: من ذكرني في نفسي في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، يعني الملائكة. فالحاصل أن ذكر الله مشروع سواء كان في النفس أو باللفظ، ولكن باللفظ أفضل وأحسن. نعم.